النهاردة موقع تلجراف مصر بقيادة العزيز والصديق رئيس تحريره الأستاذ سامي عبد الراضي عامل انفراد الحقيقة منفرد. انتوا عارفين يعني رطرطت قوي كلمة سبق وانفراد وحاجة تاريخية وبتاع، كل يومين ثلاثة بنسمع الكلام ده، وانتوا عارفين انا ما بحبش اللغة دي، بس الحقيقة لما يكون انفراد بجد هقول لكم انه انفراد بجد، لأنه متعلق أولا بواحدة من نجوم مصر والوطن العربي، ده رقم واحد. اتنين، من اكثر النجمات جدلا، فده يهم كل المشاهدين في الوطن العربي. ثلاثة، لانه افصح عن شيء كان غامض على مدار سنين، كل الناس كانت تقول لك هي القصة فيها كذا، هي اللي غلطانة ولا هو اللي غلطان، طب هو اللي عمل ولا هي اللي عمل، طب مين اللي فين وراح فين. عشان ما بقولكوش فزورة، الموضوع متعلق بالنجمة شيرين عبد الوهاب. وموقع تلجراف مصر عمل حوار انفراد، حوار صريح جدا جدا على رأي الزميلة منى الحسيني كده، حوارها لبرنامجها الشهير زمان، حوار فيه كل الأسرار والحقائق على لسان شيرين عبد الوهاب نفسها. أهم ما في الحوار، أهم ما في الحوار هو إقرار شيرين، إقرار شيرين على لسانها في الحوار، ده مش كلام أنا، إقرار شيرين على لسانها في الحوار أن حسام حبيب هو لعنتها، وأن هو حاول يدمرها، وان هو طول الوقت كان بيبتزها. الكلام ده كله ماليش علاقه بيه، الكلام ده نازل على لسان شيرين عبد الوهاب في موقع تلجراف مصر، عشان بس المسؤوليه القانونيه انتوا عارفين انا بحب انها تبقى محدده وواضحه. فهي قالت ان هو اللي كان بيهددها وعايز يدمرها وبيستغلها وبيبتزها، وياما خد منها فلوس بدون وجه حق، وانه كان لاوي دراعها طول الوقت ببناتها، لانه عارف ان بناتها هي حياتها زي اي ام في الدنيا، بناتها واولادها حياتها، وان هي في كل مره كانت بتتخانق معاه وبعدين ترجع له، واحنا كنا نستغرب من موقفها، كان بسبب ابتزاز، وان هو مسيطر على واحده من البنات فبالتالي كان بيلوي دراعها بيها، فكانت بتضطر ترجع له وترجع تاني ومش عارف كذا، لحد ما قررت انها تروح للدكتور نبيل عشان يعالجها ويقف جنبها وكذا، وقررت دلوقتي بقى انها تقول وتصرح وتنهي هذه العلاقه تماما. معانا على الهاتف وعلى الهواء الصديق والكاتب الاستاذ سامي عبد الراضي. مساء الورد يا استاذ سامي. الفلوس تامر، اهلا بحضرتك. اخبارك ايه يا ريس؟ بخير يا حبيبي، أولا وشكرا على كل الجمله حضرتك قلتها. لا ده حقيقه انت عارف انا بحب اجامل ولا ازود ولا اقول، بس لما تعمل حاجه كويسه الحقيقه انت والزملاء في الموقع تستحقوا عنه كل تحيه الحقيقه. بشكر حضرتك. قول لي اولا من وجهه نظر انت قعدت انت شخصيا، عشان بس الكلام يبقى واضح، انت قعدت انت شخصيا مع شيرين عبد الوهاب؟ انا شيرين اتكلمت انا وهي النهارده ساعه كامله. ايوه. على التليفون، وهذه الساعة مسجلة. تمام. تليفونية. يعني حوار تليفوني مش حوار شخصي. حوار تليفوني مسجل انا اللي عامله شخصيا مع شيرين عبد الوهاب. كويس. لمدة ساعة كاملة اتكلمنا، واتكلمنا في كل اللي حضرتك تفضلت بيه. قالت يعني اول حاجة قالت انقذوني من حسام حبيب، انقذوني، موجهة للاعلام، موجهة لجمهورها. يعني الحوار كمان اصله استغاثة. استغاثه. نعم. انقذ، يعني اول جمله قالتها انقذوني من حسام حبيب، موجهه للاعلام، موجهه لجمهورها، موجهه للصحافه، موجهه لاي حد يقدر يمد ايده لشيرين عبد الوهاب وينتشلها من اللي هي فيه. تمام. شيرين مضغوطه جدا، شيرين بتمر بظروف انسانيه ونفسيه صعبه جدا، شيرين بتبكي طول الوقت من الضغوط اللي فيها، بيجي لها نوبات اكتئاب على فترات. هي قالت ان حسام، قلنا يا شباب المنشتات اللي قالتها شيرين كده والاستاذ سامي بيتكلم. اتفضل. هي قالت انه حسام اخر مره خد منها فلوس، خد منها 200 الف دولار امبارح وهي محولاهم، واحنا نشرنا صوره هذا التحويل. مظبوط. من شيرين باسمها رباعي الى حسام باسمه رباعي بقيمه المبالغ المحوله. قالت ان حسام بيستغل ان بنتها قاصر وان بنتها صغيره، وبيستعطف البنت، بيقول لها انا مكتئب، انا حالتي النفسيه سيئه وعايزك توجهيني وعايزك تنصحيني، ومسيطر على الابنه الكبرى لشيرين كامله جدا، لدرجه انه حسب اللي قالته شيرين وهو مسجل، قالت انه كره البنت فيا، كرهها في
اهلي اللي هم طيب انا هنا بس يعنيني يا استاذ سامي كم نقطة لانه يعني تقريبا كل الناس قرت التفاصيل والتصريحات المهمة والساخنة اللي قالتها شيرين. هنا رقم واحد، شيرين كانت عارفة ان ده حوار وان انت بتسجل وان كلامها ده هينشر. طبعا انت عارف انا طبعا بسأل اسئلة دي ليه. اكيد اكيد، اصل ما فيش صداقه بيني وبين شيرين عبد الله. تمام معلش، بس احنا بنوضح لان بعد كده ممكن انا بقفل بس شيرين ترجع تقول اصل انا كنت بدردش ما كنتش عارفه ان ده حوار او لا. لا لا مجرى الحوار وردودها وانا سالتها خمس ست اسئله بشكل مباشر، قلت لها شيرين حضرتك قلتي هذا الكلام قبل كده في تصريحات تلفزيونيه وحتى قلتي الفاظ بحق حسام منها عربة تاكله وبتاع وانت رجعت تاني عملتي محضر ضده من حوالي شهر ونص وكان هيتحبس او كان هيتحول لمحاكمة جنائية عاجلة وانت اللي تراجعت. قالت انا قلبي طيب وما بيهونش عليا ان حد يتحبس، قالت انا ما بقدرش سواء حسام او غيره، قالت انا ليا المحاسب بتاعي اللي هو جاي لها من طرف حسام من 4 سنين ما حاسبنيش لا على حفلات ولا لا انا بس كان يعنيني جدا انها كانت وهي بتقول الكلام ده ليك عارفه ان ده حوار صحفي وان انت بتسجل وان الكلام ده هيتنشر. طبعا متاكده بنسبه 100%، بس دي اهم حاجه. طبعا كلام منتهي. تمام، في رايك ايه اللي خلى شيرين تتكلم النهارده بالشكل ده وتقفل خلاص كده خط الرجعه مع حسام اللي كان طول الوقت بيروح ويرجع؟ هي قررت تتكلم لكن قفلت خط الرجعه، يعني اظن ان هو بنسبة كبيرة ممكن يحصل ولكن وارد من العودة، وارد العودة من شيرين، ربنا يا رب يقدرها وتقدر انها تكمل في خط البعد وانها تبعد عن حسام حبيب. اتكلمت النهاردة لانه صاد بيها، اتكلمت النهاردة لانها متعرضة لضغوط نفسية غير عادية، بيجي لها رسائل تهديد من حسام، هي قالت كده، رسائل تهديد وابتزاز، قالت لو انا ماشي نصا، قالت لو انا ماشيه في الشارع وشجره مالت عليا بورقها ولا اطرافها يقول لها الشجره دي بتعكسك وعايزه منك حاجه. فهي شيرين تحت وطئه ضغوط نفسيه وتهديد وابتزاز ما حصلش قبل كده طبقا لحوارها اللي قالته معايا والمسجل كله على مدار 52 دقيقة. فهي مضغوطة جدا جدا، قالت ألجأ للإعلام لعله يكون منفذ للخروج، يكون نقطة توقف للمشاهد اللي هي فيها، لأن الناس بين قوسين يا أستاذ تامر زهقت من قصة شيرين عبد الوهاب. المسلسل ده طول قوي. بصراحة الناس زهقت جدا جدا جدا. صحيح. وأنا مشفق على الناس ومشفق كمان على شيرين صوت عظيم ما ينفعش يبهدل نفسه كده. صحيح. كل صحيح. بس هو الحقيقه استاذ سامي رغم تعاطفنا مع شيرين لموهبتها ولانها الطرف الاضعف في هذه القصه وكل شيء، طبعا كل الكلام اللي اتقال في الحوار معاك على مسؤوليتها، وطبعا حسام لو له تصريحات او عايز يرد لو حق الرد حسام كلمني. طبعا كده منطقي كده منطقي. طبعا حسام تواصل معايا من ساعتين واتكلمنا وقلت له يا حسام المكالمة اللي بيني وبينك دي مسجلة، قال لي تمام أنا عارف إنها مسجلة، قال شيرين هي اللي قالت كل هذه الاتهامات، قلت له شيرين قالت كل ده وشيرين شخصية عامة ونجمة كبيرة لازم أنقل منها ولازم أخد منها، لو حضرتك عايز ترد أهلا بيك تفضل ورد، وهو في موعد بيني وبينه كويس. أتمنى إنه ينفذه. يعني هو كلمك وقال لك إن هو هيجهز الرد ويعمل موعد معك. طبعا ممتاز، مشكورك شكرا جزيلا، ومرة تانية برافو على الخطة الصحفية الممتازة أستاذ سامي، بالتوفيق ليك وكل الزملاء في موقع تلغراف ومواقع المواقع كلها.